احنا قلنا وعد بلفور عام 1917. نعم. ما في شيء اسمه وعد بلفور. ما في. لا لا لا. احنا درسنا بالمدرسة كلها وعد بلفور. وعد بلفور كان بإمكانه أن يذهب بالتاريخ نسيا منسيا. لا المصطلح صحيح ولا الحكاية التاريخية عليه صحيح. الوطن القومي كان يمكن استيعابه. تدري الوطن العربي مساحته 14 مليون كيلو. وكنا لتلك اللحظة في حالة وئام شديد مع اليهود، لأنهم موحدين، لأنه كثير من القواسم المشتركة موجودة. يعني اليوم لو اختلفت أنا مع شخص أقول والله في فخر نيته وهو نائم، هذه مو فخر. أشرف مروان كان جاسوس إسرائيلي وكان هو الممثل الشخصي للرئيس ورئيس التصنيع الحربي، وكان في قرار من الرئيس سادات بتبعية كل أجهزة الاستخبارات الحربية والعامة وغيرها لأشرف مروان. فأشرف مروان يعرف بالموعد، ذهب إلى لندن ليبلغ. ما في شيء بالدنيا حيرجع الميت. ماذا سنفعل للتأكد أن هالمأساة ما راح تتكرر؟ أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج ديوان الملة. اليوم سيكون حديثنا عن القضية الفلسطينية وأيضا وعد بلفور والكثير من قضايا الشأن العربي. رحموا معي بضيفي الكريم العزيز أخوي العزيز وزير الإعلام السابق الأستاذ سامي النصف. مرحبا فيك. يا هلا وغلا. شرف. يا هلا وحمد. احنا قلنا وعد بلفور. نعم. نوفمبر عام 1917. نعم. هل هذا الوعد هو سبب معاناتنا في القضية الفلسطينية ووصلنا له حتى الطوفان الأقصى؟ والله لربما في قاسم مشترك في نظرتنا للقضية من يومها الأول. أبدأ بالقول أنه ما في شيء اسمه وعد بلفور. ما في. لا لا لا، لأن ما تقول احنا درسنا بالمدرسة كلها وعد بلفور. لا لا، لأن لما تقول وعد بلفور معناته أنه صدر بالإنجليزي تحت مسمى بلفور بروميس. البروميس الوعد قضية ملزمة. ماكو شيء اسمه بلفور بروميس. اللي موجود هو بلفور ديكلاريشن، اللي هو تصريح إعلان. في فارق بين وعد وإعلان. زين. والوعد أساسا طبعا كمان ما كان وعد بدولة مستقلة، كان وعد بوطن قومي. حتى المصطلح كان مصطلح جديد. شنو وطن قومي؟ الوطن القومي بكل بساطة موجود اليوم. لما نقول عن كردستان هي وطن قومي كردي بالعراق، بلوشستان وطن للبلوش في إيران، نقول الصعيد هي وطن قومي للإخوة الصعايدة في مصر أو النوبة، وهكذا. يعني الاتحاد السوفيتي وروسيا فيه أوطان قومية لا تعد ولا تحصى. فأساس القضية مو بالشكل اللي روجت فيه إن كان في وعد ملزم وقابله. بقول لك شيء أكثر من ذلك. وعد بلفور كان بإمكانه أن يذهب بالتاريخ نسيا منسيا، كان بإمكانه ولا يوصل إلى شيء. مقابل وعد بلفور بخمسة وعشرين سنة قام أنتوني إيدن، اللي هو رجل من اللي يسمون أرابست، من محبين العرب، زي السفيرة الأمريكية الجديدة ترى من الأرابست، تتكلم عربي وشقالة في الأوطان العربية. المهم أعطى العرب وعد مماثل لوعد بلفور، حرف بحرف، كلمة بكلمة، أننا كحكومة بريطانيا ننظر بعين العطف لآمال العرب بالوحدة وغيره. إنما إحنا عرب كعرب ما سوينا شيء. كان بإمكاننا على الأقل ناخذ هذا الوعد، نعمل وحدة من السبع دول الموجودة، وكل دولة تستقل تنضم زي أمريكا. أمريكا بلشت 13 ولاية، كل ما طلعت ولاية من المكسيك ولا من روسيا زي ألاسكا وغيرها انضمت إلى أن صاروا 50 ولاية. فلا نحمل لا دفاعا عن بلفور ولا دفاعا عن أحد، إنما لا المصطلح صحيح ولا الحكاية التاريخية عليه صحيح. لربما بلفور كان له نسبة، قد تكون 10%. أخطأنا، أخطاء أمين الحسيني 30%، أخطاء هتلر. هتلر هذا اللي حولها من مسألة سياسية إلى مسألة إنسانية، هذا 30%. كذلك جهد الطرف الآخر كمان نعطيه 30%، شلون اشتغلوا وشلون عملوا. ففقط عشان نضع الأمر في حجمه الحقيقي. قلت عن 48، عند إعلان قيام دولة إسرائيل في 48 كانت حرب 48. نعم. شاركت فيها كثير من الدول العربية. نعم. لكن خسروا المعركة. نعم. ما يدل على أن العرب فعلا كانوا جادين في إلغاء شيء اسمه وعد بلفور أو إعطاء الدولة الفلسطينية جزء منها لإسرائيل وهي دولة فلسطينية. يعني هو ترى من اليوم الأول لربما تحدثنا بحلقة سابقة أن احنا ما تعاملنا مع الموضوع بطريقة جادة. أولا الوطن القومي كان يمكن استيعابه. تدري الوطن العربي مساحته 14 مليون كيلو، أوروبا كلها الاتحاد الأوروبي 4 مليون،
ترى فلسطين كلها 27 ألف كيلو، يعني ما كان. وكنا لتلك اللحظة في حالة وئام شديد مع اليهود، احنا كان لدينا إشكال بالحرب الصليبية في الأندلس مع أديان أخرى، إنما مع اليهود ما كان ترى لدينا إشكال، لأنهم موحدين، لأنه كثير من القواسم المشتركة موجودة. فإلى تلك اللحظة ما كان في إشكال. ما هو أكثر من ذلك، كان لهم دور موجب كبير في الدول اللي استقروا فيها، بالعراق كانوا مشاركين بالحكم، كانوا لهم أدوار ضخمة جدا حتى بالاقتصاد. في مصر كانت مصر، وإلى الآن لو تروح قلب القاهرة تشوف شكرل والبيت الأخضر وعشرات الديبارتمنت ستور اللي سبقوا فيها أوروبا. يعني تروح باريس تلقى محلات صغيرة، هذول عملوا في بلداننا المعجزات الاقتصادية، وعمارة الأنابولية بقلب القاهرة شيء معلم ضخم زي الامباير ستيت. فما كان عندنا مشكلة إلا لما تصاعدت هالقضية، اللي كان يمكن أن نصل إلى تفاهمات بطريقة أفضل من الحدة اللي صارت. وبالتالي ضمن الحدة رفضنا للجنة بيل تقسيمها، رفضنا لتقسيم الأمم المتحدة، وهكذا، والحروب اللاحقة اللي صارت. وبالتالي يعني القصة أو الرواية دفع ثمنها بالنهاية وإلى اليوم الدم الفلسطيني، كل الأخطاء. بالنهاية إحنا كعرب نبقى في أوطاننا آمنين، إنما اللي يدفع الثمن هو الطفل الفلسطيني، المرأة الفلسطينية، الرجل الفلسطيني. محورنا له جدا مهم. يعني أثناء بداية طوفان الأقصى بعد يوم قال ما قتل من الإسرائيليين يفوق ما قتل من الإسرائيليين في حرب أكتوبر، حيث إحنا احتفلنا بمرور أكثر من 50 عام على حرب أكتوبر الميدان. صحة المعلومة مقارنة طوفان الأقصى بقتل الإسرائيليين في أكتوبر؟ والله هذا موضوع هام جدا. يعني ليش أنا أقول لك يعني ليش؟ لأن أولا المفروض أنه دائما ينظر لأي موضوع بأكثر من زاوية. يعني أعطيك مثال، دائما إحنا عندنا يفخر بأنه والله شوفوا يحطوا لك إسرائيلي معارض لحكومته، شوفوا ترى مو لا شوفوا إنسان يقول رأي آخر، وهذا يثير الإعجاب وينقله لنا الإخوة من تيارات سياسية وغيرها. نفس الشيء يجيبون لك أمريكي دكتور شوفوا قاعد يقول لا سياسة الرئيس أمريكي غلط، تمام، طيب ماذا عنا إحنا؟ لا، أي لحظة تقول رأي آخر يرفض. طيب شلون أنت تبدي إعجابك بشيء لدى الآخر وترفض تماما أن يكون الأمر بهذا الشكل عندك؟ وبالتالي أنا أرى أن نعم المفروض ينظر لكثير من الأمور، يعني ينظر متشابهات. مثلا 6 أكتوبر 73 ب7 أكتوبر، أول شيء قيل أنه عنصر المفاجأة هو اللي كان طقى وساد. 6 أكتوبر كان في حينها ناس تساءلت هل يعقل أن تحشد 1,000,000 على الجبهة بمصر، 800,000 ولا يعلموا، كان صعبة. مع ذلك التيار مشى بهذا الطريق، إلى أن اكتشف بعدين أن الملك حسين ذهب إلى تل أبيب لأن فوتح في حرب 6 أكتوبر على أساس ينضم لها، لأن قبل 6 سنوات في 67 قامت إسرائيل هجمت على 3 دول، مصر وسوريا والأردن، فاتحوه الله يرحمه أنور السادات وحافظ الأسد وبقوا ينضم، ما انضم بس أعطي موعد الحرب، ذهب إلى تل أبيب وأبلغ جولدا مائير. كذلك أشرف مروان كان جاسوس إسرائيلي وكان هو الممثل الشخصي للرئيس ورئيس التصنيع الحربي، وكان في قرار من الرئيس سادات بتبعية كل أجهزة الاستخبارات الحربية والعامة وغيرها لأشرف مروان، فأشرف مروان يعرف بالموعد، ذهب إلى لندن ليبلغ. وهذه أنا أعتقد هي تصب لمصلحتنا، لأنه لما أقول أنا انتصرت بحرب والعدو كان نايم وما يدري، مو بقوة لما أقول أنا انتصرت بحرب والعدو مستعد. يعني اليوم لو اختلفت أنا مع شخص أقول والله في فخر نيته وهو نايم، هذه مو فخر، الفخر لما يكون هو مستعد لي. وأنا أعتقد الأمر كذلك ينظر فيه في قضية 7 أكتوبر، أنه هل كان يعني قضية الصدف فيها كثيرة،
يعني هل يعقل الاختراق بهذا الحجم لا يعلم به الخصم؟ اثنين، هل يمكن للصدفة أن تخدم أن يكون أكبر اختراق لحماس متزامن بنفس اللحظة مع أكبر إخفاق للعدو؟ ثلاثة، القضية أو الحرب ما استمرت دقائق واختفوا بقابات مقابات، استمرت 6-7 ساعات. طيب ما كان بإمكان أنك تأتي بهليكوبترات ما تأخذ إلا دقائق وغيرها. ففي أسئلة كثيرة من حتى الأمور، مدام تكلمت عن عدد الضحايا، هم هذه قضية رقم هم قريب. حرب 73 عدد ضحاياها من الإسرائيليين اللي استمرت من 6 أكتوبر إلى 25 أكتوبر 20 يوم، عدد ضحاياها من الإسرائيليين 2838، خلينا نبسطها 2800. عدد الأسرى 508، يعني 500، 2800 قتيل 500 أسير. ما قيل عن 7 أكتوبر أنه 1400 قتيل اللي هي نص الـ 2800، والأسرى 250 اللي هي نص الـ 500. طيب هم يعني أولا صدفة الرقم هذه غريبة، ما هو أكثر؟ هل يعقل أنه حرب 2808 قتلى حرب فيها ما يقارب 1,000,000 جندي، طائرات، دبابات مصرية، جنود، جيوش اكتسحت خط بارليف، الجانب السوري كذلك دخلوا للجولان، كل هذا 2800 يكون تقريبا عدد ما أقول نفسها بس يعني هم قريب. بس يقولون مو كل جنود، هم كلهم مدنيين. حتى هذيك الحرب، حتى الحرب هذيك فيها مدنيين، ما هو غير ذلك. وهذه هم يبي لها عقل ومنطق. هذا الرقم أو تضخيم الرقم يفيد الطرفين. طرفين. طرفين. بالنسبة لحماس لا، بل في قبل ذلك بالحروب، إذا أنت قتلت 100 ما تقول 100، ما في أحد بالحروب، إذا قتلت 100 قلت 1000، هذا يعني دائما أمر طبيعي. فأنت لو تقتل 1400 لا يمكن تقول 1400، لازم تقول 5000. الطرف الآخر كمان له مصلحة بتضخيم الرقم، لأن الطرف الأول لازم يقول أنه إذا راح تتعرضوا للأذى فعلق أنا قتلت عدد كبير، وبالتالي هذا الأذى أتى بسبب عملية كان قتلاها من العدو بهذا الحجم. الطرف الثاني اللي هو الإسرائيلي له مصلحة بتضخيم العدد حتى إذا أحد حاول يلومه على قتل غزة يقول لا أنا كمان القتل عندي عدد كبير. وبالتالي مرة أخرى يعني قضية أن نسائل ونتساءل عن كل ما يحدث قضية مشروعة وقضية تصب لصالح الطرف الأضعف اللي هو الطرف الفلسطيني، علشان القضية بالنهاية المطاف أن نحاول أن نوقف شلالات الدم اللي تحصل. البعض يقول كان عنصر المفاجأة فيها دور أبو عبد اللطيف، هل أرقام يعني الإسرائيليين يعني كان في يوم الغفران ومريحين، وحتى قالوا حماس كانوا سكرانين حتى أن نتنياهو ما صح للظهر، الروايات اللي كانت ترى ونسمعها في مواقع التواصل يقول لك دور حماس كان عنصر مفاجأة. هو في مفاجأة، بس مفاجأة ما تستمر 7 ساعات، يعني هذه الصعوبة فيها، وكان فيها أسرى. شككنا في اتفاق بين حماس، ما نقول في اتفاق بس نقول أنه لنا حق، لنا حق دائما نتساءل عما يحدث في منطقتنا. عدم التساؤل هو اللي يودينا إلى التهلكة ويتسبب. وأحمد، وهذه القضية الهامة جدا، أنه اتباع الرأي الواحد واتباع مقولة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة هو اللي كرر مآسينا. 56 هي 67 هي كل حروبنا هي تكرار لنكسات، لأننا بعكس العدو. العدو أول ما تصير حرب حتى لو انتصر فيها يعمل له لجان تحقيق ويحقق ويعرف وين صح يكمل فيه وين خطأ يصلحه. احنا دائما لا يقبل إلا رأي واحد، لا يقبل بأي كلام يتساءل عن أمور كهذه التساؤلات، وفي من التساؤلات أضعاف مضاعفة، ويجب ولن ننتصر ولن يتغير حالنا إلا لما نسمح في حال حدوث أمور كهذه أن يفتح المجال والباب لجميع الآراء، وبعدها يجب أن تشكل لجان كما هو الحال عندهم. لازم في لجنة تقول والله شنو سوينا صح ونعززه، شنو سوينا غلط ولا نكرره، ومنو سوى صح ونأيده ونعزز موقفه، ومنو سوى غلط ونعزله. تتوقع كإذا تم تشكيل لجان تحقيق بعد وقف إن شاء الله وقف إطلاق النار ويتم أكيد راح يأتي وقف إطلاق النار، هل توقع إذا صار تحقيق حنشوف مفاجآت من الطرفين؟
شوف في طرف راح يسوي لجان تحقيق هتكشف فيها المعلومة. طبعا هو في طرف تعودنا يعني هم دائما عندهم طريقة انه بعد انتهاء اي حرب دائما في لجان، ما في حدث ولا حرب تمت الا في لجان حققت وكشفت، فهذه يعني مضمونة. الطرف اللي هو احنا هنا نحتاج الى هذه، هل تمت لجان تحقيق بعد 56 او 67 او بعد صبرا وشتيلة؟ بعد صبرا وشتيلة صار بالطرف الاخر لجنة تحقيق، وطلع حتى بال 73 طلع لجنة تحقيق وسموها التقصير وغيره. احنا علينا ان يعني نغير المسار، ولا ما هي طريقة؟ يعني اليوم بالنتفليكس في فيلم اسمه وثائقي بورن ان غزة، يصور لك الحال اطفال بغزة. هذه الحروب ترى لا ناخذها رقم ونتساهله والله 10,000 قتيل، لا ترى كل قتيل منهم حالة إنسانية صعبة وكارثة حلت بأسرة وحلة، يعني قتلت أب أصبح طفل عمره 12-13 سنة مسؤول عن 4-5 أخوان، تعرف شنو هذه كحالة إنسانية؟ النساء اللي إما أم وقتلت أو زوج قتل وأصبحت الأم هي اللي راح تتكفل في البيت هذا وتصرف عليه وغيره، فالمأساة أكبر من أنه فقط نأخذها بشق عاطفي أو نأخذها سريعا برقم ونمر عليه مرور الكرام، وكأنه يعني مثل حتى احنا مرات نمر بالشارع نشوف حادث سيارة نمر بثانيتين ما ندري وراء هذا الحادث مأساة، إما شاب قتل وترك له أرملة في بداية العمر أو غيره أو غيره. ممتاز. البعض يحمل حماس ما قامت به من عملية أدى لقتل الآلاف، وهناك من يتهم إسرائيل بأنها تتعمد مزرعة لخطط لديها لتفريغ غزة. بكل أمانة من يتحمل مسؤولية بخبرتك أبو عبد اللطيف؟ والله يعني خاصة الدم الفلسطيني ما زال مراق ويتكسب عليه. تدري أنا أعتقد أنه قبل يعني أو ما هو أهم من تحميل المسؤولية حتى لا يذهب الدم هدرا، شوف اللي مات ما فينا ما في شيء بالدنيا حيرجع الميت، بس أنا أعتقد السؤال اللي أهم هو ماذا سنفعل للتأكد أن هالمأساة ما راح تتكرر. يعني هذا بورن قزة يكلمك عن الحرب مالت 2014 وقبلها 10 و12 و8 و7، هالمرة هذا السؤال الأهم قبل لا نحمل، لأن وين ما حملت المسؤولية في ما يعطي المبررات للطرف ألف يقول لك لا والله القسوة من الطرف الثاني، وفي من يقول لك لا والله الطرف الثاني ما رد الاعتداء إلا بعد أن هوجم. أنا ما ودي أدخل بهذا الأمر، بس ودي أدخل بما هو أهم، المستقبل. هل كل الكلام يعني. كل الكلام اللي يدور هل فقط قائم على وقف إطلاق نار، وبعد وقف إطلاق النار ننطر سنة سنتين واللي ما قتل اليوم يقتل مرة ثانية واللي ما هدم اليوم؟ تعرف حاجة أخي أبو أحمر، بعد زيارات أكثر من زيارة لغزة ترى العمران والبناء اللي يهدم ترى لا يقل قسوة عن الدم اللي يسيل. ليش؟ لأن غزة ترى ما هي منطقة مثل مناطقنا اللي مجرد عطني فلوس والإسمنت موجود والحديد، لا، كل هذا بحساب، وبالتالي في صعوبة جدا في قضية إعادة الإعمار. ناهيك عن ما فائدة إعادة إعمار وراح تبني ب3-4 سنين وتأتي بثواني، مش أول كان دقائق، الآن الأسلحة الحديثة أصبحت طائرة متقدمة تهدم لها 12 مبنى في نفس الوقت. فأنا أعتقد أنه يجب أن لا يعني ننصرف فقط للماضي ولا ننظر ولا نسأل ولا نطرح أسئلة جادة حفاظا على دماء الإخوة الفلسطينيين. وعبد اللطيف عندي سؤال مهم، وهذا سألك كل ضيوفي خلال من بداية طوفان الأقصى. بدأ اتفاق اقتصادي من الهند إلى أوروبا بحضور دول الخليج وممرة من عن طريق الجزيرة، وبعدين سمعنا عن تسارع عملية سلام قد ترجع القضية الفلسطينية ونرجع إلى حدود 67 وفق مبادرة الملك عبدالله. حد الجنوبي قلنا ماشي، قتل الشهداء البحرينيين اللي تفاجأ في طوفان الأقصى. في صلة بين طوفان الأقصى وبين تسارع عملية السلام بين إسرائيل ودول الخليج؟ أعتقد من يرى أن هناك حبل سري واصل له الحق أن يشك، لأنه العملية كانت متسارعة. ولا تنسى أنه في أكثر من طرف، الطرفين المتشددين بالجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي
هم الخاسر الأكبر من تسارع عملية السلام، هم المستفيد الأكبر من الحرب. هذه حقيقة، يعني أنه الآن ترى أن اليمين المتشدد الإسرائيلي لا شك أنه هذه تحسب له، لأن دائما كان يقول أن شوفوا هذول الفلسطينيين إرهابيين، وإحنا دائما نقول لكم عن يهودية الدولة وعن أنه الدولة اللي ما بين النهر والبحر هي دولة يجب أن تكون يهودية ويجب أن يصحبها عملية ترانسفير. الجانب الحماس كذلك ما يخفى أن المانيفستو مالهم يختلف عن مانيفستو السلطة بحكاية من البحر إلى النهر، ونريد فلسطين إسلامية ونريد إعادة ما قام به صلاح الدين وتحرير الأرض. بالتالي الطرفين هذولا لما تأتي عملية مو بس سلام، عملية راح للمرة الأولى لربما في تاريخ القضية نصل إلى حل نهائي. الإسرائيليين طول عمرهم يخوفوا شعبهم من أن هذا محيط عربي سيأكلكم، الآن لما تجي بعملية مو بس سلام، عملية تطبيع مصاحبة، وبالتالي زي ما هو قائم بين إسرائيل وتركيا، إسرائيل والإمارات، مو سلام بارد زي اللي صار مع الأردن ومع مصر، وبالتالي هذا كان راح يقضي على قضية بقاء القضية بعبع أمام الإسرائيلي، وكمان طريقة لي يعني تفقيد الفلسطيني الأمل بوجود حل، إن هذولا كمان قتل أو غيره. فعملية السلام المتسارعة كانت ستذهب إلى هذا المنتهى، فجأة تجي العملية. الواحد يسأل أنه بالفعل دائما يقال في أي أمر من المستفيد؟ صح. لا شك أنه واضح مين اللي، يعني لو أخذناها برابحين وخاسرين راح نكتشف أنه عملية السلام اللي هالمرة جادة وعملية كان راح لربما تنهي الإشكال إلى الأبد، هالمرة أريد لها العرقلة. ولا شك، بس أنا بقول حاجة، يعني ما لم تتطور الأمور بشكل غير متوقع، أنا أعتقد أنه ما بدأ وما بدأته المملكة والدول الخليجية ما راح يتوقف، وبالتالي لأنه هذا الأمل الوحيد للأخوة الفلسطينيين. ما البدائل؟ أنت قادر أن تحرر بسلاح مثلا التيار المتشدد بالجانب الفلسطيني؟ هل عنده من الأسلحة والطائرات والدبابات؟ خل عملية تروح أنت دقائق وترجع وبعدين تدك الأرض. لا، أنا بنتكلم إذا ما في سلام كلمني عن الحرب. بس أبو عبد اللطيف، من بعض ما أتابع من بعض رؤساء السياسيين الفلسطينيين يقول لك لن تتحرر فلسطين إلا بآلاف الشهداء، فلنقدم الشهداء حتى تحرير فلسطين، والمقاومة تبدأ من خلال ضرب الاحتلال، حتى لو نقعدنا سنوات سترجع فلسطين كما حصل في فيتنام كما حصل في أفغانستان، وضربوا أمثلة كثيرة. شلون نرد على النقطة هذه؟ يعني أولا أنت لا تقرأ التاريخ بهذا الشكل، وعند المقارنة عليك أن تقارن التفاح بالتفاح. لو ظرفين متطابقين متشابهين، نعم فيتنام فيها قابات، في دول العالم كلها معاك، في حتى يعني فروقات عددية بين عدد الشعب الفيتنامي والأمريكان أو الشعب الأفغاني والعدد سواء كان جيش أمريكي ولا جيش روسي. هذا الأمر غير متحقق بالقضية الفلسطينية، لا عندنا قابات ولا عندنا جبال، وحتى العدد، وهنا مو جيش جايك. الآن تعرف اللي البعض ما يتحدث عنه، ترى إسرائيل 9 مليون، منهم 7 مليون إسرائيلي، 2 مليون عربي، يقابلهم 3 مليونين عربي، 3 مليون بالضفة هذه 5، 2 مليون بقزة، 7 مليون. إذن إحنا نتكلم عن كفتين مع فارق التسليح. خليني أقول لك شيء، محمود عباس قبل مدة تحدث عن، ودائما يكررها وهو الممثل الشرعي للسلطة، إن إحنا جربنا السلاح مرة واثنين وكل مرة الدم الفلسطيني اللي يدفع. تكلم عن الكفاح السلمي، خلينا نشوف مين اللي طبق الكفاح السلمي. طبقت الهند وحصلت على استقلالها من الإنجليز. أذكر بأن لما حصلت الهند على استقلالها من الإنجليز كان عددها 400 مليون، كان عدد بريطانيا 50 مليون، يعني الهند 8 أضعاف بريطانيا، كان عدد القوات البريطانية بالهند ما تجاوز 60-70 ألف، كان في 2.5 مليون هندي بالجيش البريطاني. يعني لو أرادوا اللجوء للسلاح كان أكثر شعبي، أكثر 8 مرات جيشي اللي كان يخدم تحت الراية الإنجليزية بورما وبسنقفور بكل مكان حارب الإنجليز بالجيش.
تعال حق قضية لربما أقرب للتفاح بالتفاح اللي هي جنوب أفريقيا. البيض كانوا مستوطنين جو حق أرض واستوطنوا واحدة. اليوم سكان وهذا كمان استعملوا الكفاح السلمي ويعني حصدوا قلوب العالم، كانوا هم تظاهرات سلمية حتى لو يضربهم البيض بالرصاص كان يعني في كفتين غير متساويتين، لأن هذه بعض الأمور حتى اللي حصلت حتى بالحالة هذه لما صورت حماس، صورت العملية وأظهرتها للعالم، يعني أقول ليش أظهرتها؟ ليش ما خبأتها لبعد أشهر؟ لأن جدا كسب الطرف الآخر كثير من التعاطف لما تشوف لك شباب وشابات مقتولين. شنو أنت استفدت؟ الحرب العالمية للمعلومة إلى الآن كثير من أسرارها ما ظهرت وكثير من أشراطتها ما ظهرت وتظهر تباعا. الآن جنوب أفريقيا الآن 60 مليون، ترى 50 مليون من الأفارقة و10 مليون من البيض، ومع ذلك ما قالوا الفارق العددي لنا خلينا نلجأ للسلاح، ذهبوا للكفاح السلمي ووصلوا. هذا مو كلامي، هذا كلام الممثل الشرعي اللي هو محمود عباس يقول هالكلام. هل فيه نوع من المنطق؟ نعم، لأن البديل واضح أن قاعد تدفع الأثمان باهظة اللي قلتها مساعة أبو أحمد. صحيح إذا كانت القاية واضحة، يعني أنت لا تبخل بالدم على شرط أني أنا أقول أنا عملت العملية هذه ضمن نهج راح يصل بني، راح يصل فيني وبقضيتي إلى حد. دائما الحروب تنتهي باتفاقيات. قول أنا عملت هذا علشان واحد اثنين ثلاثة أصل لها الحل مفهوم، إنما أكو شيء هم قريب جدا صار. السيد إسماعيل هنية قال نحن نقبل بوقف إطلاق النار وبمشروع الدولتين. تعال من 87 من أسست حماس، الفارق بينها وبين السلطة وبينها وبين فتح أن السلطة وفتح يؤمنوا بالتسوية السلمية. حماس دائما يقولون إحنا من النهر إلى البحر وإحنا نؤمن بفلسطين الإسلامية. نعم. على فكرة هذه أعطت كمان الطرف المتشدد الحق في أمرين، الحق بالدعوة إلى دولة يهودية من النهر إلى البحر و إلى يهودية الدولة. يعني 48 قرار التقسيم 47 والاستقلال مالهم 48 كان دولة يهودية لأنها ليست دولة فقط لليهود، كان فيها المسيحي وفيها المسلم. الآن في نوع من التبرير حق لا نريد دولة يهودية خالصة، هذا اليمين المتشدد، وكذلك نريد دولة كاملة لليهود. الدولة اليهودية يجب أن تمتد إلى شرق الأردن وعملية الترانسفير اللي قالوها. بالتالي الآن لما يقول السيد إسماعيل هنية هذا الكلام، هذا تغيير جذري. يعني لماذا لم يقال؟ أنا قعدت مع أبو مازن وكان دائما يشتكي أننا نرى المستوطنات كل يوم قاعدة تتغير ديموغرافية الضفة الغربية، ونذهب للإسرائيليين عبر وسطاء ومرات عبر لقاء مباشر ونقول لهم نريد الأرض مقابل السلام، نريد ترجعون الأرض، ما يصير تقيموا عليها مستوطنات. يقول ردهم الوحيد تمام نرجع لك الأرض، ماذا عن السلام؟ أنت لا تملك السلام، أنت لا تملك القرار مال حماس، لأن حماس عندها قضية المشروع الكفاح المسلح إلى تحرير كامل الأرض. فطيب أنت الآن جيت وغيرت الصورة، طيب ليش هذا الموقف اللي طول تلك السنين؟ فقط أنه أنت من يريد أن يفاوض بدلا من السلطة؟ يعني إذا كان الأمر كذلك فالثمن باهظ لهذا الأمر، بس على الأقل في حاجة إيجابية، لأنه المطلب السابق ما كان راح يتحقق. يعني راح يظل الدم الفلسطيني شلالات تهدر مقابل لا شيء، لأن العالم كله فيه ما يقارب 160 دولة معترفة ما راح يقبلون، ولا أنت عندك القدرة. إلى الآن ما شفنا القدرة اللي يدعون للكفاح المسلح عملية فدائية تقدر، بس هذولا مو جيش جاي يعمل له تفجير هنا تفجير هناك يقول السلام عليكم يمشي. كتبت لنا عن عدو الأمثل، قريت المقالة، شفت تحول الفلسطينيين لما يسمى بالعدو الأمثل، ايش تقصد من خلال المقالة هذه؟ صار عليها ضغط. اي نعم، الحقيقة انا لاحظت في مضر جدا بالقضية الفلسطينية اللي هو أنك تظهر نفسك تارة كضحية وتارة كبطل. يعني الأشرطة اللي طلعت تظهر أشرطة القصف الإبادي المدمر الإسرائيلي على غزة ممتاز، هذا يظهرك كضحية وتكسب قلوب العالم. وعلى فكرة حتى كسب عواطف وقلوب العالم إذا ما تستخدمها بعمل مؤسسي يوصلك إلى نتيجة، ترى العالم ينسى
بعد شهر راح تكون في أخبار حرب أخرى. ترى على فكرة وإحنا نتكلم اليوم عن غزة ترى السودان فيها 10,000 ضحية قتلوا بس نسيناها لأن دائما يأتي أمر ينصرف العالم. الآن أنت لا تستطيع في نفس الوقت تظهر عمليتك وأنت تقتل الطرف الآخر وبنفس الوقت تظهر ما يظهر أن الطرف الآخر قاعد يقتلك. أنت هني قاعد تمثل دور الضحية ودور البطل بنفس الوقت. لا لازم تختار تبي بطل تظهر فقط عملياتك وأن أنا المنتصر وأنا مثل ما انتصار أكتوبر 6 أكتوبر المجيد هذا انتصاري وتقف القضية لهني أو أنك تظهر نفسك بالضحية اللي هو تظهر فقط مقامه فيه. أما أن تجتمع بطل وضحية بنفس الوقت ما 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 يمشي ما يمكن أن تمر يعني بمنطق واحد. ليش هذا ما قد ينتج عنا الآتي اللي هو المصطلح العدو الأمثل اللي استعمله سامويل هنينغتون اللي سوى حرب الحضارة كتاب كلاش أوف سيفيلايزيشن وحرب الحضارات. يقول اللي سمح بإبادة الهنود الحمر إلى أن انقرضوا أو كادوا أن ينقرضوا أنهم لعبوا دور العدو الأمثل. العدو الأمثل هو العدو شديد الشراسة شديد الضعف. شراسته تبرر أخلاقيا إبادته لأنه يهجم عليك وهو يطلع وهو يقص يشيل جلدة الرأس الأمريكي يعني يعمل أمور شديدة الشراسة شديدة العنف يصير في قبول من الناس من أغلب الناس لإبادته لأنه أظهر شراسة بس هو بنفس الوقت شديد الضعف. ما كان عنده إلا سهام ورماح يسهل على ناس عندهم مدافع وقنابل. فهذه اللي يجب أن يحذر منها أنك أنت تصبح كفلسطيني العدو الأمثل. وهذه للمعلومة ترى مو من الآن المشكلة أخي أبو أحمد. هذه لما جت خطف الطائرات لما جت الباخرة السياحية وطلع عليها فيلم هم بالنتفليكس عن العجوز هذا اليهودي اللي جاي مع زوجته تقاعده وعيالهم قصوا لهم التذكرة كانت ذاهبة من جنوة إلى الإسكندرية إلى إسرائيل وبعدين يقتل ويرمى بالبحر. ناس أبرياء بالطائرات واللي يدلك على أن المسار كان خطأ أن أوقفوا الإخوة الفلسطينيين. بقولك شيء أكثر أبو أحمد، كانوا يرفض كان يرفض تماما انتقاد تلك العمليات. كان يقال لا لا معذورين الإخوة الفلسطينيين قضية منسية وهذه الطريقة لتذكير العالم فيها. وكنا نقول لهم في حينه أن هذه العمليات لا تأتي لك بتعاطف العالم لأن طريقة لفت الأنظار لموضوع ما قد يكون بطريقة صح وقد يكون بطريقة غلط. واحد يتعرض بالشارع راح يلفت النظر لقضيته بس هل هذه الطريقة الصح أو أنه مثلا يجيب له ملصق أو صورة أو شيء متحضر. فكنا دائما من ذاك الوقت قضية لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. أي شيء يعمل عليك أنك تبصم عليه ما يعطيك دلالة على أنه كان مسار خطأ وكان كذلك ضمن مسار العدو الأمثل اللي يبرر وبرر لاحقا قضية صبرة وشتيلة والمذابح وتل الزعتر وايد أصابت الإخوة الفلسطينيين مذابح كان قبلها تلك العمليات. فقام الرأي العام العالمي يقبل حتى قضية عنتيبي لما خطفوا طائرة ودوها إلى عنتيبي وجت الكوماندر الإسرائيلي وحررهم. هوليوود بشهر طلعت 3 أفلام سينمائية عليها من كثر ما كان في إعجاب عالمي. فأنا أعتقد أنه النقد الذاتي كان أمر مستحق من اليوم الأول من يمكن إذا قلنا بلفور ديكليريشن ولا كذا من اليوم الأول ما نقول والله فلان استلم القضية إيش ما يعمل ما يعني كل ما يعمله هو صح إلى شفنا ما شفناه من رهان على هتلر من خيارات خاطئة برفض دون بديل وغيرها. الآن هذه الذخيرة التاريخية إما أن نتعلم منها إحنا كعرب والفلسطينيين منا وجزء منا أو نقول والله لا راح نكررها ولا حد يقول أي رأي آخر واللي يصير إحنا كلنا نصطف خلفه ونقبل باللي يقول. أنا سؤالي أظل وأكرره وما جيت أطلع معاك أبو أحمد إلا لهالسؤال لو المقابلة كلها تختفي لهالسؤال يا جماعة هل إحنا قابلين فقط بهدنا واللي ما قتل اليوم ننطر بعد سنة يقتل اللي ما هدم بناءه اليوم بعد سنة هل إحنا هل محب لفلسطين ومحب للإخوة الفلسطينية ومحب لأهل غزة يقبل بهذا الأمر؟
إذا كان هذه المحبة بهالشكل فهذه أشبه لحكاية الدب اللي قتل الفلاح صاحبه، شاف على رأسه ذبابة شال صخرة وقتله. يا جماعة خلوا حبنا يترجم إلى أن نلحق هذه المرة حل نهائي. هذه القضية وهذه المأساة حلت، جنوب أفريقيا، الجزائر، فيتنام، كل قضايا العالم حلت. لا يجوز أن نبقي الإخوة الفلسطينيين تحت قضية أنه والله مجرد هدنة، واللي اليوم ما قتل يقتل بعد سنة سنتين. على عيدك. سؤال الأخير أبو عبد اللطيف، قضية سمعنا أحد النواب لن نسمح للسفيرة الأمريكية بقبول أوراقها، وإن قبلت أوراقها في الكويت سوف نقوم باستجواب وزير الخارجية. نرجع إلى شيء قديم حيث قدم بالسابق أن إحنا مجلس الأمة هو الجهة المناطة بأن يقبل هذا السفير ويرفض غير هذا السفير. قصة ما تشوفه حول إرجاع قبول السفراء إلى مجلس الأمة ونرفض هذا السفير لموقف سياسي وغير سياسي، وإحنا مثل حجمنا مثل الكويت، الحمد لله الكويت لها مواقفها لكل شيء، لكن في موقف قبول السفراء شنو تعليق؟ يعني وايد بدأنا احنا بوعد بالفور وصححنا مفهوم، خلينا نصحح المفهوم هذا. الأول حاول أن يشبه القضية بقضية 83. بال 83 أولا إجراءات تعيين السفراء، تأتي مثلا الولايات المتحدة تذهب إلى الكويت تقول والله محمد الملا بيكون السفير. هني الكويت لها قرارين، إما تقول والله محمد الملا مقبول أو تقول محمد الملا مو مقبول. إذا قالت مو مقبول يرسل إلى لأسباب، قد يكون القدس قد لا يكون القدس، مو مهم، المهم لك الحق كقرار سيادي. هنا يذهب إلى الولايات المتحدة الجواب عرضت علينا محمد إحنا ما نقبل، يحطون سامي. بس هذه مو القضية. بالثلاثة وثمانين لما عرض اسم السفير هناك رفضت الكويت. زين قبل لا يذهب للكونغرس هالمرة لا، عرض اسم السفيرة الفاضلة وقبل من الكويت وذهب وأخذ موافقة الكونغرس وأصبحت هي السفيرة بناء على هالمعطى المختلف تماما عن معطى 83. ناهيك عن أنه حتى 83 أنت كنت آنذاك منقمس بأكثر مما يجب بقضايا العرب، وقمت بهذا الأمر رهانا على الإخوة العرب. بعد 7 سنين جاء عام 90 واكتشفت الحقيقة المرة أنه الأكثر دعما حصولا على الدعم الكويتي من الأخوة العرب هم اللي وقفوا ضدك. صحيح. ومن كنت عاديه وكنت الأكثر تصويتا ضده بعد كوبا اللي هو الكويت هم اللي وقفوا معك. بالتالي لو كان ذاك الموقف متطابق، وهو مو متطابق مثل ما ذكرنا، ذاك كان الرفض بالوقت الصح، هالمرة لا، القيادة السياسية. بعدين الأمر الثاني أنه كمان هذا الأمر لا يسأل عنه وزير الخارجية، هذه قضية سواء بالولايات المتحدة الكونغرس الأبروفل، بس على فكرة هو الرئيس اللي يرشح، مثل ما يرشح القضاء يرشح السفرة، الكونغرس هو اللي يعمل جلسة ديبيت ونقاش ويعمل اندورسمنت ويذهب سواء كان وزير أو سفير. إنما أكو شيء هم مهم، الكونغرس الأمريكي يناقش سفراءهم، ما يناقش سفير الكويت. لما احنا نعين يروح الكونغرس الامريكي يناقش نقبل السفير فلان ولا لا، فاللي قيل بالكويت قضيه غير مسبوقه بالعالم كله، انت لا تملك حق مساءله قبول او رفض سفير. ما هو اكثر حتى من ذلك حقيقه ما يحدث، ترى ما حد قاعد يعني قرارات مصيريه استراتيجيه تؤثر على امننا الوطني بدون نقاش ومعرفه. تعرف هذه القنصلية اللي بالقدس ترى موجودة قبل حتى إنشاء إسرائيل في 48، هذه كانت تعتني، هي قنصلية أمريكية موجودة بالقدس قديمة قدم يعني الدهر، وكان دائما العاملين فيها هم اللي يقضوا مصالح الفلسطينيين واللي بيسافر، فهي أساسا الصورة كمان بها نوع من الضبابية الشديد. نعم. إنه لا، بعدين طبعا عهد ترامب عهد حديث قرروا، قبله قرروا وبعدين هو نفذ انه نقل السفارة، فهذه ما هو اكثر من ذلك. وهذه هم ترى لها تاريخيا اشكال في من يسموا الارابست بالخارجية البريطانية وبالخارجية الامريكية. الارابست هم محبي العرب، عاشوا عند العرب، يتكلموا العربية، هذول اللي هم يقابلوا التيار الاخر في اعداء للعرب يقابلهم أصحاب للعرب محبين للعرب يسموا الأرابست. أنتوني إيدن
توني إيدن كان من محبي العرب، هو اللي عمل وعد إيدن مقابل وعد بلفور. شوف يعني حب العرب لنا ويتكلم اللغة العربية. جينا بهوجة الخمسينات سوينا اللي سويناه، صار أعداء أعداء العرب وخلينا حرب 56 انتوني إيدن ولا حد تكلم إن هذا إحنا خسرناه، هذا من محبي العرب، هذولا من اللي بالخارجية البريطانية. السفيرة هذه للمعلومة من الأرابيس بالخارجية الأمريكية وعملت بدول عربية، وبعد ما انتهى وراحت القدس بالقنصلية ورجعت للسفارة وراحت سفيرة بالأردن وغيره ولا حتى تكلم عنها شيء. وهذا مثل ما ذكرنا حق سيادي قبلته القيادة العليا بالكويت وهي متكلمة عربي واحد مبرزي السفراء والخارجية الأمريكية. وبالتالي أنا أعتقد أنه كان من الظلم أنه نخلط الأمور، نخلط السفيرة بما يحدث بالقدس، ندخل مقاطعة بما يحدث بالقدس، هل إحباط بدل أن نحوله إلى عمل إيجابي، نتبرع نتطوع نعمل شيء يستفيد منه الأخوة والشهداء وهذا اللي سوته مشكورة دولة الكويت والهلال الأحمر، ما أخذوا بالشعارات. أما تجي أنت تختلق قصة جديدة اللي هي والله نوجه الأصبع لماركة معينة ولا أخرى كلام عليه. أي يعني أنا أعتقد أنه يعني هذا للأسف خلط الأوراق ونحب الشعارات بعد هذا. تحفظت على مقاطعة بعض الشركات وعلى لوحات، يعني استغربنا لوحات، يعني قعدنا لقينا هل قتلت فلسطينيين، شعار غريب حتى يخالف المبدأ ويخالف القانون، يعني غريب عجب، هل قتلت فلسطينيين؟ شعارك هو موضوع المقاطعة وهذا لغط في الكويت، تأثرت فيه شركات كويتية في النهاية. شنو تحفظك على هذا الموضوع؟ يعني أمور عدة، أولا هذه إعلانات تجارية، إذا أدخلناها بشعارات سياسية وين نوقف؟ باكر أنت تعرف بالكويت بين وقت ووقت تصير تخندقات فئوية طائفية وغيرها، عيل باكر راح نقبل لأي إنسان يظهر له شعارات تخرب البلد، هذا ما قصد منا هذا الأمر، هذه وحدة. اثنين أنه ما يسأل بالكويت هل قتلت فلسطينياً، عيب عيب. أكثر بلد واقفة مع الإخوة الفلسطينيين باعتراف الإخوة الفلسطينيين الكويت. هي الكويت، ما تجي تسأل كويتي أو مقيم تقول له هل قتلت فلسطينياً، أنت مو حاطها ببلد معروفة بنصرتها لإسرائيل حتى تقول له أنت بنصرتك هل قتلت فلسطينياً، هذه اثنين. ثلاثة علينا أن نكون حذرين أخي أبو أحمد كثيرا، ترى فيه قوى سياسية مؤدلجة تبحث، وأنا كتبتها من قبل، تبحث دائما عن عدو وتبحث عن حشد، تعمل شيء حتى تحشد الجميع، لأنه بين فترة وفترة ما تبي الأتباع أنه يروحون بيوتهم وينامون مرتاحين، لازم أجلبك مرة ساحة الإرادة، مرة في واحد رسم كرتون، واحد شق قرآن، واحد كل قضية مرة، كل مرة حتى كتابات على شركات، يعني مرمي وتهديد في شيء لا يقل أهمية. وين المسطرة المحايدة اللي فحصت مئات آلاف الشركات الأمريكية وقالت هذه الشركة فقط وهذه الشركة مدانين وبالتالي علينا أن نقاطعهم؟ وينها؟ منو المصدر المحايد؟ هل راح نقبل أنه أنا عندي تغريدة والله متعادي أنت منافسي، لأن كل هالأمور بزنس، أنت خصمي سياسيا، أنا شخص عندي توجه سياسي، عندك أنت وكالة، جيت حطيت هذه الوكالة هي بهذا الشكل، يعني وين عندنا مكتب مقاطعة إسرائيل؟ هذه الجهة اللي مناط بها تحديد منه الشركة اللي يعني انطبق عليها معيار المقاطعة، علما بأن حتى هذه كان عليها ما عليها، اكتشف أنه كانت الأموال والرشاوة في حقب سابقة تدفع لإدخال شركات. أنا لما أنت منافسي بالسوق إذا طلعت هذه ترجمها ملايين حقي، نعم. والعكس صحيح، هم دفع للإخراج، يعني لو أنا مدان ومع ذلك يظل على الأقل هذه فيها ايدنتيتي، فيها هوية، فيها مسطرة نعرفها، إنما مسطرة أنه والله طلعت أنا واحد اسمه كذا تبرع في يوم من الأيام، طلع مو موجود، طلع هذه أحد الشركات أو أحد هذا طلع من 20 سنة ما عندها حتى فرع، يعني ما قعدت في الاقتصاد اللي هناك، بعكس يمكن بعكس شركات اللي توفر السلاح وتوفر
استثمارات وغيره، على انه القضيه اكثر تعقيد من ذلك. هذه شركات، احنا عندنا صناديق استثماريه ترى موجوده وتشتري بها الشركات، فالمقياس والمسطره مو صحيحه. لو كنا سنقاطع نحتاج الى جهه محايده نعرف بحيديتها، لا هي مسبوقه لا هي مسبوقه اقتصاديا بحيث هي تستفيد من المقاطعه، ولا سياسيا، ونقول هذه الجهه المحايده هي تدرس الحالات. وبعدين حتى في عملية التطبيق لازم أعرف أنا راح أضر نفسي ولا أضرك. إذا الشيء ما في ضرر عليك وقاعد أخرب بيت مسلمين وعرب وأفقدهم، وشركة كويتية بشكل. شركة كويتية فيها 400 كويتي وآلاف الآخرين. فقضية أنه إحنا نقبل بأن غيرنا يفكر عنا، غيرنا يخلي إحباطنا وغضبنا يوجه بالطريق الغلط، بالعكس أنا أقول هذا الإحباط لو مسويه بشيء مو إيجابي، روح تطوع لخدمة الإخوة في فلسطين، روح مع الهلال الأحمر، روح وزع فلوسك بدل لا تقاطع تخرب بيت ناس، أخذ معاش شهر ولا كذا وتبرع فيه. هذا النهج الصحيح، مو لهالمرة فقط، لكل مرة قادمة. على ذلك راح يكون مجال للابتزاز، أي واحد راح يروح حق أي شركة كبرى يقول لهم أنتوا دخولكم بكذا، وأنا تعالوا عطوني 5% ولا راح كل هالدخل هذا راح أشن عليكم أنا وكذا صاحب وكذا زميل، ونشن حملة وتخسروا ما تخسروا. حلو. وعبد اللطيف بكون صادق وياك، ساحة الإرادة استغلتها تيارات سياسية، وأفضل من استغلها تيارات دينية، وعلى رأس الإخوان المسلمين في توجيه توجهاتهم السياسية الحزبية. وهناك من الناس البريئة يعني يحبون القضايا مثل هذه، تذكر موضوع الحراك اللي صار وما ذلك على أن إصلاح طلع ما هو إصلاح. ألا تعتقد أن اليوم نعاني من هيمنة فكر التيار الديني المتطرف في الكويت الذي يقود بعض الإعلاميين، حتى ينقاد وراه الإعلاميين أيضا من هذا الشهرة، على الرغم من أن المجتمع الكويتي مجتمع منفتح متعلم مثقف، ليش البعض انقاد إلى هذا الشأن؟ حتى ساحة الإرادة اشتكى أنها دول الخليج وجهت إساءات لهذه الدول بالاسم وبسياساتهم. أنا أتصور أنه هي مشكلة متعددة الرؤوس. يعني الأول كان الأمر يقتضي من الحكومة إظهار نوع من يعني الهيبة والكنترول والسلطة، لأنه الأمور إذا فلتت يعني، وما كان يجوز أنه يقال بعض ما قيل بالساحة، يعني الإساءات إلى إخوة وأشقاء دول الخليج وحتى الحلفاء. عندك أنت أشقاء وأصدقاء وحلفاء الثلاثة، هذا أنت لازلت في منطقة مضطربة والخطر لا زال موجود. اللي يقول إحنا انتقلنا إلى هاواي ولا سويسرا خلي حاججنا، إنما أنت لازلت في منطقة مضطربة، وبالتالي المفروض تحرص على الأشقاء والأصدقاء والحلفاء. ما حدث في جانب منا بساحة الإرادة يفقدنا هذا الدعم، هذه واحدة. اثنين، كذلك أنت لا يجوز أن تترك المجال لتنظيم يقود الشارع، لأن اليوم إن كان استقل لتوجيه الأصبع للآخر قد بكرة يستقل لتوجيه الأصبع لك. وبالتالي قضية السلم الاجتماعي قضية لا يمزح بها ولا تقبل ولا صحيح. ولا يترك المجال. الأمر الثالث، الاعتقاد أنه الآخرين لا يرقبوا هذه الأمور، هذا كلام مو صحيح. احنا قعدنا نشوف الآن بشكل واضح جدا أنه في نوع من العزل للكويت من حراك الدول المؤثرة. يعني قبل يومين ثلاثة جاء وزير الخارجية الأمريكي، زار إسرائيل، زار الأردن، وانظر من التقى به، التقى وزراء خارجية مصر بالخليج ثلاث دول، احنا ما عدنا ضمن الرادار مال الحلفاء، وهذه قضية ترى خطيرة جداً. ما ننتظر جداً احنا جداً الى ان يقع جداً الفاس بالرأس جداً. وكثير من الكلام اللي قيل يعني هذه الدول مو بس يعني تتصرف بقضية هل أنت حليف ولا أنت عدو؟ إذا أنت عدو أنا إيش حق أي أتعب نفسي وأشغل ذاتي؟ ما هو أكثر من ذلك، البعض مو فاهم شغلة السفرة.
هذا حتى صدام لما التقى السفيرة الأمريكية ما كان فاهم دورها، لما توقع أنها تهدد وتوعد كانها وزيرة الدفاع، هي مو وزيرة الدفاع، هي تقول الوضع كما هو، أن ما عندنا اتفاقية دفاع مع الكويت، وكانت صحيح. نفس الشيء البعض هنا مو فاهمين دور السفير والسفيرة. الدول الكبرى ترسم سياساتها تجاه الدول عبر تقارير السفراء، ترى هذول مو البعض يقارنها ان بعض سفرائنا سفراء اجتماعيين مجرد رايح ذيك الديره فاتح ديوانيه عشاء هنا، لا هذا ترى مو دور سفراء الدول العظمى، الدول العظمى ينتقوا السفراء بشكل دقيق وتقاريرهم هي من يحرك سياستهم الخارجيه، هذه دوله صديقه، هذه دوله، فمو يعني مو قضيه مزح انك تجي تتصرف تصرفات يكون لها أسوأ الضرر على بلدك. أنا نعلم ونعرف وتعرف أخي أبو أحمد أنه بدءا من لبنان بال75 إلى العراق وليبيا وسوريا والسودان وغيرها واليمن ما دمرها إلا الولاءات البديلة. اللحظة اللي تلحظ في مجتمع أن هناك من لا يخجل من أن لديه ولاء عابر للحدود، هذا المجتمع يبدأ يتحول من الأرض الصلبة إلى الأرض الرخوة. أنا كتبت مقال قبل يوم سمعت الانتقال من الأرض الصلبة إلى الرخوة، المفروض نشعر برخاوة الأرض، لأن بدأت جموع عندنا تظهر بما لا يقبل الشك أننا نقاد ونسير من أطراف. طيب هذولك الأطراف اليوم معانا، لو بكرة ضدنا شو راح نسوي؟ وهذول الجموع أظهرت قدرتها على الحشد، على الإعلام، وعلى حتى الدباب الإلكتروني اللي عمل بلوك للآلاف منه. يمكن أنهي بقضية أنه هذه المرة فلتكون قضية مختلفة، لا نقبل ولا تصير ذاكرتنا ذاكرة السمكة الذهبية، نجي نقول تمام وقف اطلاق نار، نبدأ إعادة الإعمار وبعد سنتين نرجع صاروخ ينطلق وترجع العملية مرة أخرى. هالمرة نريد الدول الخليجية والدول العربية والجامعة الدول العربية وكذلك أن تعمل قضايا قوات دولية تكون على الحدود بحيث يضمن أنه لا هذا يتعدى على هذا ولا هذا يتعدى. ممتاز. قبل ما نختم، خطاب السيد حسن نصر الله كان يعني البعض أشار لأنه سيعلن الحرب على إسرائيل وستقصف تل أبيب وتقصف البوارج الأمريكية، وقرأت هذه التغريدات. فإذا حسن نصر الله يتكلم مالي شغل، شلون تفسر خطاب حسن؟ والله يشوف خليني أقول لك شيء، هو يتوعد في خطاب آخر. أنا رأيي الشخصي وكثيرين أنا كمان أنظر لحاجة إيجابية، أنه أشوى أن لبنان ما دخلت الحرب، لأن أولا أنا أيدك كنا خايفين عليه، لا للبنان قدرة على وقف أي دك أو عدوان إسرائيلي، لديهم F-35 والF-16 والأباتشز وكذا، وبالتالي راح يكون بدال الجرح جرحين. الآن منو اللي راهن هذه قضية لحماس أو مناصري حماس أو من روج إلى أنه في جبهات عدة راح تفتح؟ نحتاج إلى إجابة منهم، هل كان في اتفاق ولا ما في؟ إذا ما في اتفاق إذن ليش روج هالكلام أنه مجرد حماس تدخل والجبهة السورية تفتح وكل هالجبهات؟ هذه قضية خطيرة جدا، حتى مرة ثانية لا نلدق من نفس الجحر. إنما أنا رأيي أنه كويس إن ما فتحت الجبهة، أنت لا تتكلم عن جبهة مثلا مصرية جيش مؤجج وكذا، جبهة لبنانية تعمل صاروخ صاروخين، إنما الرد راح يأتي مثل ماذا شفنا الرد بال2006. الآن علينا أن ننتظر إلى نهاية المطاف لنعرف لماذا بدأ. إلى الآن ترى في نظريتين قويتين، نظرية تقول أنه حماس قضي عليها، وهذه يمكن 90% من المحللين يقولون، وهذا سؤال لك أبو عبد اللطيف قبل، يعني أنا كنت مرة أقول لك بختم معك الكلام معك دل. بعد إذا تم وقف إطلاق النار واليوم نرى دخول القوات الإسرائيلية، تقسيم غزة، الأنفاق، وهناك من يقال أن قد تكون هذه الحرب البرية أشهر، والإسرائيل الآن الهدف الرئيسي إخراج حماس، هل سنشهد ما حصل مع منظمة التحرير في بيروت 82 يحصل مع الآن مع غزة وخروج حماس؟ سؤال هام جدا. 90% من المحللين اللي أسمعهم من كل الأطراف أقرب لهذا السيناريو، أنه إسرائيل ما راح تقف إلا تتأكد
مرة وإلى الأبد لن تكون هناك حماس، اللي هو سيناريو 82 قالت ما أوقف قصف بيروت إلا أن تخرج المنظمة، وخرجت. 9 من 10 يقولون كذي، أنا أقرب للواحد من عشرة. واحد من عشرة. أنا أعتقد لربما السيناريو، لربما السيناريو القادم أقرب لسيناريو 2006. تعرف بال 2006 بعد ما صار خطف الجنديين وصار رد الفعل الإسرائيلي العنيف، وقال السيد أنا ذاك حتى لو كنت أعلم لما قمنا بالعملية، واعتقد كثيرون أن انتهى حزب الله بحكم أنه دكت القرى ودكت البنى الأساسية في لبنان، وكان الدمار شامل. أنا رحت هناك بعد 4-5 أيام درت الجنوب در. فالبعض اعتقد نفس تحليل 9 من 10 أنه هالعملية راح تنهي حماس. اللي صار العكس، تعرف حزب الله بعد 2006 وإعلان الانتصار سيطر على القرار في لبنان. حتى هالمرة قرار لبنان بدخول الحرب أو عدم دخوله ما جاء من رئيس الوزراء أو رئيس، لا أتى من حزب الله هو يقرر. أنا أعتقد قد يحصل أمر شبيه، قد يحصل أمر شبيه أنه بعد انتهاء كل شيء حماس تعلن الانتصار، راح تأتي انتخابات لاحقة، السلطة شاخت في الضفة الغربية، لدى حماس موارد، لديها تنظيم ممتد إلى الخارج، ولربما تصبح هي من يملك زمام أمور القرار بالجانب الفلسطيني. يعني أنا أقول لك أن 10%، أنا أقول لك 9 من اللي أنا سمعتهم يقولون لا، راح غزة راح تنتهي بشكل آخر، حماس راح تخرج، راح يكون في سلطة مدنية تشارك بها دول غربية وعربية وخليجية تقود هذا، راح تكون في قوة دولية تمنع التسلل وغيره. وأنه هذا أنا أقول كثيرين يسوقوا لهذا السيناريو. أنا من متابعات ومن مفاجآت تحصل بدأت أفكر أنه كل ما يسود الساحة قد لا يكون هو السيناريو الحقيقي، بس علينا أن ننتظر ونرى، وعندما نصل لنهاية السيناريو نرجع لبدايته، نقول الآن عرفنا، لما شفنا النهاية عرفنا ليش كانت البداية. علينا بس المهم جدا أن يتوقف الدم والقتل والدمار في غزة، قلوبنا معهم بإذن الله. وزير الإعلام السابق الأستاذ سامي النصف، شكرا لك. يا أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج ديوان الملة، مع السلامة.